مرحبا بحضرتك مرة ثانية. تي تفاصيل أخبارنا النهاردة من كرة اليد. المنتخب الوطني لكرة اليد حقق النهاردة الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 40-28 في الدورة الدولية المقامة حاليا في السعودية، واللي كانت مشاركتها فيها بهدف إعداد طبعا المنتخب للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية. المنتخب كان حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب البحرين بنتيجة 30-29، وباقي مباراة أمام منتخب السعودية في الجولة الثالثة هتقام يوم الثلاثاء اللي جاي بإذن الله. الاتحاد الأفريقي كان أعلن في وقت سابق تأجيل منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لأجل غير مسمى، وبعدها أعلن الاتحاد استمرار برنامج الإعداد زي ما هو دون تغيير. أكيد طبعا فترة الإعداد فترة مهمة جدا لمنتخبنا الوطني، الفترة اللي جاية كمان محتاجة تركيز بشكل كبير للاستعداد لأمم أفريقيا. بإذن الله كل التوفيق ليهم، وإن شاء الله منتخب رجالة قادرين إن هم يحققوا نتيجة إيجابية في بطولة أفريقيا القادمة بإذن الله.